السلام عليكم. تحديث جديد بخصوص شركة الـ AI Marketing وبالتحديد MB Network والتي تم رفع فيه مكافآت إلى 5 ملايين دولار. إن كنت مهتم تابع مع التفاصيل حتى النهاية، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس كي توصل دائما بكل ما هو جديد. وإن أردت المعلومات بخصوص المشروع ما عليك فقط تحديد قوائم التشغيل ثم تقوم بمشاهدة مباشرة قائمة خاصة بالـ AI Marketing، ستجد جميع التفاصيل الخاصة في هذا المشروع أو هذا الموقع. الآن إلى التفاصيل مباشرة. كما تعلمون فالـ MB Network هو فرع خاص بشركة الـ AI Marketing، وهذا الفرع خاص بالتسويق كما ترون. سنقوم بالذهاب مباشرة إلى هوتو إيران، ثم سنقوم بالنزول إلى التحديث الذي تم وضعه في أو نزوله في الـ MB Network، وخصوصا في هذه الفترة التي وقفت فيها شركة الـ AI Marketing الحملات الإعلانية على الـ AI Marketing. كما ترون الإخوان، فهذا القسم خاص بالتسويق كما ترون. فكما تعلمون جميعا قد شرحنا هذه الرتب في البداية كما ترى هنا. فهذه الرتب في البداية كانت تصل إلى 2.5 مليون. آخر رتبة كانت قبل أن يتم التحديد، وكانت المكافأة بنسبة 2.5 مليون دولار. 2 مليون أي 2.5 مليون دولار كما ترى هنا. فالتحديد الذي أتى بها الـ MB Network وهو من 15 إلى 19 كما ترون. هذهما الرتب التي تم إضافتها إلى الموقع، والتي تصل فيها إلى أعلى مكافأة وهي بقيمة 5 ملايين دولار كما ترى هنا. آخر مكافأة التي هي هنا كما ترى، فنسبة الأرباح التي تأخذ وهي 15% كما المعروف عند الجميع. فهذه النسب تبدأ من 5% وآخر نسبة مئوية تأخذها وهي 15%، ومكافأة نسبة 5 ملايين دولار الإخوان. فهذا الموقع لا تستهين بهذه الشركة الإخوان. فسننتظر يوم 4 في شهر 8 سيتم الرجوع الموقع إلى العمل كما صدر أو كما قالوا في بيان اللي تم إصداره في الاجتماع الأخير للقادة الخاصة بالـ AI Marketing. دائما سنوفيكم بالتفاصيل الخاصة بهذا الموقع. إن كنت لم تسجل في الموقع بعد، ما عليك فقط ذهب إلى هذا الموقع إلى أسفل هذا الفيديو، ستجد رابط خاص بالموقع وتسجل وقم ب تسجيل في انخرط معنا في الموقع، وانتظر لا تقوم بالإيداع حتى يتم إطلاق الحملات الإعلانية من جديد. وتفاصيل المشروع في الاي ماركتينج في هذه القائمة. لا تنسى لايك الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم.